في السعودية. شلون بس فهمني فهمني. خبزة وكل هذا تاكل من عندها ان شاء الله سمع عليهم. اوكي ما يخالف يروحون يلزمون واحد مهرب بالبصرة ما يلزمونه بصلاح الدين ليش مثلا؟ هذا مهرب وهذا مهرب. محمي في منطقته سيد العزيز، محمي في منطقته، لانه مع كل اسف يعني للامانة احنا ليش البصرة نسميها احنا حايض حايض نصيص؟ هسه انا اتمنى من كل قلبي، لا انا ما اقبل واحد يقول على البصرة حايض نصيص، هاي للاسف هاي الحقيقة. اتمنى ما البصرة الحايض العالي. احسنت احسنت، السد العالي وليس الحايض العالي. بس كل المشاكل حقيقة لم تنصف لا من اهلها ولا من سياسيها حقيقة، ولا من اجى من نفس الملة ومن خارج البصرة. زين. لذلك يا سيدي العزيز، زين من نجي احنا نلزم التهريب بالبصرة ايش راح نلقاها؟ راح نلقى نسبة كبيرة من عندهم من موجودين بالبصرة او من عاشوا على البصرة. هسه انا هذولي بالنسبة لي مجرمين، زين، واتمنى اذا كانوا من عائلتي يطلعون برا، ولكن بكل امانة البصرة تطبق فيها قوانين بقية المحافظات، اتمنى مثل ما لزمنا الموجودين في البصرة نلزمهم في الغربية ونلزمهم في الموصل ونلزمهم في اربيل، اوكي، ونحاسب الجميع. اما بس البصرة تتحاسب هذه مو صحيحة سيدي العزيز.